أنا مش أنا، لا دي ما لم لا دي. سلام. عسام أخوي. أهلا بك. سمعتك من بكري أنت تغني أخويا وصوتك مزيان، حابين نعمل معاك كي تغني لنا أغنية بيايا. شنو الأغنية الحافظة؟ شنو شكون تتبع؟ غني 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 كل شيء شرقي طرب كل شيء فهمني. أنا نغني باش البلاد هذه تتحسن، باش خاطر برشا عباد تو ديبريمي تقول لك البلاد ما عادش فيها، البلاد كذا، البلاد سيئة ما عادش فيها فهمني. أنا نغني باش نزدهر البلاد هذه، باش يقولوا مازالت فما خير، باش العباد تولي تغني كيفي وفهمتني، ويزدهر الفن في البلاد فهمتني. اش قولك في معناها في اللي صار مع لطفي العبدلي، و معناها خلى بيع كل شيء وخلى كل شيء ومشي لفرنسا؟ والله صدقني لطفي العبدلي قلاب، انا خدمت معاه في مخميخ، انا كوجيني فهمتني، خدمت معاه في الكورونا، جات ظروف ما خلصنيش، بعد جبت ولاد حومتي للحيطة ضامن خلصت. قديش في قديش مخدوم؟ 500,000. قلبك معناها حاب ياخذ 500,000؟ لا مسكين مش نقول قلبني، انا مش قلبني، جات ظروف كورونا وكها. تنجم تسمعنا حاجة من كنت تغني فيها؟ سمعك حاجات. أنا مش أنا، لا ديما لم لا ديما لم، ولا 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 شكلي شك، أنا مش عارف أنا كنت من، أنا مش أنا، لا 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 لا، لا دي ما لم ولا شكلي شك، ولا دا أنا لا دا دا، أبص روحي فجأة لقيتني كبرت فجأة كبرت، أبص روحي فجأة لقيتني كبرت فجأة كبرت، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي، قولي لي يا مريت، قولي لي حكايت، كنش دينايت، انا واخر السيتي، انا مش عارف انا كنت من لي، انا مش انا، لا دي ملم ولا شكلي شك، ولا دانا ولا دانا. بربي انتلفتوا شوي الوزارة، وزارة شؤون الاجتماعية وكذا، لزياف هذا ما علاش صغيرات كي معناها يطلبوا في الشارع وكل شيء، نتلفتوا لهم نعملوا شوي تكوين مهني شوي كذا، ماذا بيا كي كان نتلفتوا شوي ننظروا شوي للزياف شوي معناها.